هذا وأكد وزير الداخلية البحريني راشد الخليفة أن منطقة الخليج العربي تواجه تهديدات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية، تشكل دعما للجماعات الإرهابية وزعزعت استقرار المنطقة وزراعة الفكر الطائفي في المنطقة. ما زلنا نواجه تهديدات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية وكذلك العراقية، وتشكل دعما للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، وهو ما يمثل تحديا يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل المتاحة وبشكل جماعي ورؤية موحدة. وهذه ليست معلومات مجردة بل حقائق ملموسة وصلت إلى تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت حياة رجال الأمن وشكلت تهديدا لجهود حفظ الأمن والاستقرار، كما أدت هذه الأعمال إلى غرس الفكر الطائفي المتطرف